منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرات الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتوجه بالشكر والتقدير للشعب الجزائري الذي عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية. وزارة الاتصال تقرر سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة الإخبارية التلفزيونية الفرنسية فرانس 24 بالجزائر. ودوليا، الكونغرس الأمريكي يعترض على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الدخلة المحتلة وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، تتوجه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها صدر أمس بالتحية والتقدير إلى الشعبي الجزائري الذي عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البروتوكول الصحي الوقائي الذي تم اعتماده لهذا الاستحقاق. كما توجه التحية نفسها إلى الأحزاب والقوائم المستقلة التي برهنت على وطنيتها والتزامها بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الذي وقعته مع السلطة المستقلة وخاضت أول انتخابات في شكلها وتنظيمها وشفافيتها، بحيث كانت هي المؤطرة والمراقبة والساهرة على سيرها حتى النتائج. لقد أوفت السلطة المستقلة بما تعهدت والتزمت وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار، بما حققت رضا الذين تقدموا للانتخابات عن الأحزاب والقوائم المستقلة. وسبق أن تم اللقاء معهم وفتح مجال الحوار الذي أدى إلى الإمضاء على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، وكلهم ثقة في السلطة ومسارها في إرساء قواعد الديمقراطية الانتخابية بعد أن أثبتت جدارتها ومصداقيتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور، واليوم وبنفس الثقة والعزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. غير أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعو السيدة رئيس الجمهورية لتحمل المسؤولية بتعبير يحمل التهديد والوعيد. هذا يمس بأخلاقي الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة، ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك. وفي هذا الإطار وأمام كل القوائم تجدد عمل مسؤوليتنا بأننا أهل أمانة قادرون عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ، وبكل شفافية نعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري. وسيكتب التاريخ للجزائر وانتصاراتها في مراحل بنائها الجديد، وكما جاء في تراثنا الغامر، حتى لا يطمع أي شريف في حيفنا ولا يأس من عدلنا، والله خير شاهد وهو نعم الوكيل. انتهى بيان السلطة المستقلة للانتخابات. والشعب الجزائري لبى الندى فصوت واختار وهو سيد القرار، حيث أرسى أول أمس ثاني لبنات التغيير في مسار بناء الجزائر الجديدة، إحقاقا لالتزام السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب. تشريعيات 12 جوان قطعت الشك باليقين بأن الجزائر على الدرب السليم. الموضوع لزكريا مهوبي. صورة الجزائر الجديدة تتجلى وتتضح معالمها، دستور جديد وبناء متواصل لمؤسسات الدولة، انتخابات تشريعية بقانون انتخابات جديد اختار فيه المواطن ممثليه في المجلس الشعبي الوطني في ظروف أجمعت وسائل الإعلام على وصفها بالهادئة.
اقتراع يعد اللبنة الثانية في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن، يؤكد السيد رئيس الجمهورية وهو يؤدي واجبه الانتخابي. أما الناخبون فقد حملوا بطاقات الانتخاب في أيديهم وفي قلوبهم آمالا بأن تفرز الصناديق تركيبة جديدة للمشهد السياسي بالغرفة السفلى للبرلمان، تركيبة قادرة على تحمل رهانات المرحلة ونقل انشغالات الشعب وتطلعاته من هذه المؤسسة الدستورية الهامة. فالسلطة ملك للشعب، مكرسة بقوة النص الدستوري، ويمارسها من خلال من ينتخبه. وفي الجزائر الكل أحرار، يؤكد السيد الرئيس وهو يرد على الصحافة الدولية حول من اختاروا مقاطعة تشريعيات 12 جوان شريطة عدم فرض قرارهم على غيرهم. فقواعد ديمقراطية تنص على أن القرار بيد الأغلبية، قواعد تقتضي أيضا احترام الأغلبية للأقلية. السيد الرئيس وبعد أن ذكر بأن الانتخاب واجب تطرق إلى التوقعات حول نتائج التشريعيات ونسب المشاركة، مؤكدا أن الأهم هو أن يفرز الصندوق نوابا يحوزون الشرعية الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية. وفي السياق نبض شارع ونقاشات الساحة السياسية، تترقب التشكيلة الحكومية الجديدة المنبثقة عن المجلس المنتخب الجديد. وحول هذا الملف أوضح السيد الرئيس بأن الدستور قد فصل في الاحتمالين المطروحين، فوز أغلبية برلمانية أو فوز أغلبية رئاسية، وفي كلتا الحالتين القرار سيتماشى مع الديمقراطية الحقة وآمال وتطلعات الشعب. والعملية الانتخابية تصدرت واجهات الصحف الصادرة أمس، والتي اعتبرتها لبنة أخرى تضاف لمسيرة التغيير وبناء الجزائر الجديدة، رصد لأهم ما نقلته الصحف الوطنية حول العملية الانتخابية. مع ملكة زحقي. لسان حال البلاد ونبض العباد نجسه اليوم في جولتنا عبر أروقة الصحافة الوطنية، لتعنون الشروق في صفحتها الأولى بعبارة لا صوت فوق صوت الشعب، فيما وصفت جريدة النصر الاقتراع الجديد أمس بتشريعيات في أجواء عادية. التشريعيات هي اللبنة الثانية في مسار التغيير وبناء جزائر جديدة ديمقراطية، هكذا آثرت جريدة الأمة التعبير عن الحدث، فيما تناولته جريدة لوغيزون بكثير من التفاؤل تحت عنوان ليورنا فينكو، تفاؤل تناولته جريدة المجاهد في عنوانها العريض Les électeurs ont choisi، وثمنته جريدة الشعب تحت عنوان الجزائريون يقولون كلمتهم. أخبار اليوم سلطت أضواءها على رغبة الشعب تحت عنوان الشعب يقول كلمته والنتائج تعرف اليوم، اتجاه وافقتها عليه جريدة الأجواء التي عنونت الشعب يختار نواب البرلمان، فيما ارتأت جريدة المساء التعبير عن الحدث بالتغيير يقبر التزوير خطوة أخرى على طريق الجزائر الجديدة، فيما تساءلت الأيام كيف سيكون شكل البرلمان القادم، وردت اليوم نحن في الطريق الصحيح. اتجاه متفائلة في مجملها لصحف اليوم تخط تفاصيل أخبارها أحداث الغد الجديد. هذا وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الانتخابات التشريعية تمثل مرحلة هامة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في الجزائر، مشيدا في السياق نفسه بإجراء هذه الانتخابات، وهنأ الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة هذا الاستحقاق السياسي الهام. كما أثنى العسومي على قدرة الشعب الجزائري على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام وتجاوز كافة التحديات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد على تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الجزائري. في موضوع آخر، قررت أمس وزارة الاتصال سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة الإخبارية التلفزيونية فرانس 24 بالجزائر،
حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر. أوضح المصدر ذاته أن قرار سحب الاعتماد مرده العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقية المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة للجزائر. وكانت وزارة الاتصال قد وجهت بتاريخ 13 مارس الفارط لقناة فرانس 24 إذا إنذارا أخيرا قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيزها الصارخ في تغطية المسيرات في الجزائر. وجاء في بيان الوزارة أن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية. في شأن الصحي سجلت 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، هذا فيما تمثل للشفاء 232 مريضا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وعطفا على الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تم بولاية أم البواقي تسخير فضاءات للتلقيح وسط إقبال واسع للمواطنين. المتابعة لابتسام جبش. يتم استقبال المواطنين على مستوى خيمة سخرت لذلك من طرف الحماية المدنية ليجيب بها طبيب مختص على أسئلتهم المتعلقة باللقاح. ما أحب نستفسر وأحب نفهم اللقاح هذا ثم الفائدة تاعه بالنسبة لصحة الإنسان. الدول راهي عاجزة باش توفر جرعة، الحمد لله احنا الجزائر وفرت آلاف الجرعات، وباش الشعب كيدير التلقيح يكون تكون آثار إيجابية في العملية التحسيسية. بعدها يتم فحصهم من طرف فريق طبي سخر لذلك قبل أن يلقحوا ضد الكوفيد 19. هو عبارة عن عمل ممنهج، عمل منظم، لا داعي للخوف. رئيس وحدة لا أدعو المواطنين إلا وإن كنت فعلا قد تلقيت اللقاح. عملية التلقيح هذه تؤطرها مديرية الصحة والسكان وكذا مديرية الحماية المدنية بأم البواقي. أم البواقي مستعدة لهذه العملية واللقاحات موجودة، ما دام اتخذ هذا الاجراء فاحنا مستعدين للقيام بهذه العمليه. حتى اننا اعطينا تعليمات لبعض المواطنين اللي يكونوا ما يقدروش يتنقلوا من منازلهم الى مكان نروحوا نجيبوهم ونعاودوا رجعهم. تلقيح المواطنين بأم البواقي مستمر ومتاح للجميع. تنمويا وبهدف تحسين الإطار المعيشي لسكان المناطق النائية بولاية عين صالح، استفادت قرية البركة بالولاية من مشاريع تنموية حيوية مست قطاعات التربية، الموارد المائية والطاقة والكهرباء، مشاريع من شأنها رفع الغبن عن ساكنة المنطقة. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة سيدي موسى قضية التهريب والتخزين والنقل والترويج للمؤثرات العقلية. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر الممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في مجال تهريب تخزين نقل لغرض الاتجار بالمؤثرات العقلية، تنشط من الحدود الشرقية إلى وسط البلاد وغربها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. كللت العملية من استرجاع 14,637 كبسولة من نوع بريغافالين مبلغ مالي يقدر ب 355,000 دينار جزائري. مركبة سياحية مختصة ومهيئة لعملية التخزين ونقل للممنوعات، 6 هواتف نقالة مستعملة في القضية.
دوليا الآن، وفي ملف الصحراء الغربية، اعترض الكونغرس الأمريكي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الدخل المحتلة وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية، وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرباط. وطلب الكونغرس من كتابة الدولة للخارجية الأمريكية إطلاعه قبل شهر يوليو المقبل بمدى تقدم الاتصالات الرامية إلى تفعيل المفاوضات حول النزاع بالصحراء الغربية المحتلة، حسبما أوردته صحيفة لافان غارديا الإسبانية في مقال نشرته أمس. وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تقوم منذ عدة أشهر بمنع إقرار وتجسيد الوعدين الرئيسيين في إعلان دونالد ترامب مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني. ويذكر أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكلين كان قد أكد خلال اجتماع عقده نهاية مارس المنصرم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا إياه إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصيا للصحراء الغربية. وفي الملف المالي، يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي إحاطته ربع السنوية حول مالي في ظل التطورات السياسية والأمنية وتغيير قادة المرحلة الانتقالية في البلاد، حيث سيقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة عرضا حول التطورات المسجلة منذ صدور تقرير الأمين العام الأممي حول مالي في الفاتح جوان الجاري، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود لتنظيم الانتخابات في فبراير المقبل، كما يناقش تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. وفي النشرة أخبار دولية متفرقة تأتيكم بقلم وصوت عمرو يوسف. هذه الصور هي مخلفات لانفجار ضخم لأنبوب غاز بمجمع سكني، أصيب على إثره 12 شخصا على الأقل بجروح بلغة بإقليم هوبي وسط الصين. هي صور لسلحفاة عملاقة تم رصدها ببحر كاريتا بقبرص أثناء وضع بيضها بشاطئ أكروتي، وهو الأمر الذي أثار فضول المصطفين لمشاهدة عملية التبييض حتى عودتها إلى مياه البحر. استقبل الحوض السمك بإقليم ماريلاند بكندا 5 حيتان جدد، وذلك بعد معركة قانونية دامت 10 سنوات مع جمعية مدافعة عن الحيوانات. ويؤكد القائمون على الحوض أن هذا الصنف من الحيتان لا يمكنها العيش في الطبيعة بمفردها، بل في شكل مجموعات. وبالورود نختم. ومن إحدى أقدم الحدائق بمليانة بولاية عين الدفلة، هي حديقة تاريخية تجمع بين الزهور والنباتات في فضاء لاقى استحسان الزائرين. المزيد مع منال عبديش. بعيدا عن صخب المدينة وبالضبط في حديقة مليانة، نجد هذا المعرض الخاص بالزهور والنباتات والذي زاد من جمال ورونق هذا الفضاء الطبيعي. قمنا بتنظيم هذا المعرض للنباتات والزهور في عدة أنواع، النباتات الداخلية والنباتات الخارجية، العصاريات، الصباريات، شجر القزيم، نباتات زهرية، وكل ما يتعلق بالحدائق والنباتات. المعرض لاقى استحسانا كبيرا من طرف الزوار، خاصة محبي وعشاق النباتات. كناش نعرفوا مليانة مقبل، وحنا فريمون تري سوربري، يعني المدينة اللي تري جولي، ناسها فريمون تري جونتي. المعرض فيه يعني انواع اللي كنا جامي شفنا هاد لي بلانت افون، ميم حنا في المدن الاخرى ما شفناهمش. كيما يقول لك بلاصة محمية هنايا وفاميليار، رامي نشطوا فيها. كيما الجردة هذه كانت فارغة، ما كانش الناس اللي تدخلها، كان لي فامي ما كانش يدوروا لهنا بالنشاط تاعهم. الناس اللي فامي رامي يدوروا هنا، رامي يسير كيلو، الدراري رامي يسير كيلو، صافي بليزير. اي عجبني الحال، شباب، مدينة سياحية بانتظام، في الألوان بزاف، مدينة زاهية شابة بزاف.
تخصيص هكذا أماكن لعرض مختلف أنواع الزهور والنباتات له إيجابيات عديدة على البيئة ونفسية الزوار على حد سواء. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة، السلام عليكم.